السلطة على أساس المورد المعرفي اللي هو النولج وركر. والنولج وركر هو ما هذا اللي احنا نقول عليه رأس المال البشري. فلذلك تلاحظ من الثمانينات إلى التسعينات مزيج من المصطلحات ظهرت، يعني اللي هو رأس المال المعرفي، رأس المال الفكري، إدارة المعرفة، الموجودات المعرفية، كل هذه المصطلحات كلها بتريد تركز أن المنظمة حتى تحقق ميزة تنافسية يجب أن تركز على المورد البشري. وإذا يعني الأخوة طبعا كلهم يعني يمكن عارفين أن الميزة التنافسية هي مصدرها خمسة، اللي هو إما تبيع منتوج رخيص، إما بجودة عالية، ثلاثة سرعة في التوصيل، وفي عندنا ميزتي الأخيرة اللي هي المرونة والابتكار والإبداع. هذول الاثنين لا يمكن تحقيقهم إلا عن طريق المورد البشري. فلذلك يعني أنت إذا تريد تبحث عن خيال، عن إبداع، فلذلك يقول لك عن المنظمات المعرفية تبحث عن في واحدة من البقالات الطريفة أنه تبحث عن كريزي مان مش ناتشورال مان، على أساس أنه الكريزي مان هو مش قصد أنه الرجل غير طبيعي، ولكن هو يمتلك خيال أوسع من الموارد التقليدية والبشر التقليدي. يعني مفهوم أهمية رأس المال البشري الحقيقة كل واحد منكم يقدر يطلع عليه، لكن أنا اللي استخلصته من كل التعاريف أنه رأس المال البشري هي عبارة عن مجموعة بشرية تتمتع بخصائص تعليم متميز، تدريب متميز، خبرات متميزة، هذول ذاتيا نية تستخدم لصالح المنظمة. يعني أنت حتى لا عندك رأس مال بشري ممتاز، لكن إذا لا يستخدم لصالح المنظمة وتحقيق قيمة مضافة، وشو بقصد بالقيمة المضافة؟ إما تطور منتوج، تجيب منتوج جديد، تطور نظام عمل، إذا هذا يعتبر رأس مال بشري. يعني حتى إذا نقول لك شهادة ممتازة، تدريب ممتاز، ولكن هو لا يستخدم في خلق قيمة مضافة، لا يعتبر رأس مال بشري. ويقول لك هذول الشرطين على مود يتحققون كمان بيحتاجون بنية تنظيمية، فذلك يسموه رأس مال تنظيمي. يعني المفروض تكون عندك بنية تنظيمية، يعني قواعد بيانات، برمجيات. كذلك يقول لك لازم المفروض يكون ايضا رأس مال سوقي عندك، يعني يكون عندك علاقات مع الزبائن على مود شنو توظف النتائج اللي تتمخض من استثمار رأس المال البشري. في البحث ايضا في طرق قياس رأس المال البشري، لانه في واحد من علماء الإدارة اللي هو ديمينغ يقول كل شيء لا يقاس لا يمكن إدارته. فلذلك واحدة من صعوبات رأس المال البشري انه كيف تقيسه. فلذلك في مداخل متعدده، في مداخل مثل جماعه الاقتصاد على مستوى الاقتصاد القومي انه شلون تقيس هاي الدوله عندها راس مال بشري ولا لا، وكمان عندهم معادلاتهم. احنا على مستوى المايكرو على مستوى المنظمات في ثلاث مداخل يعني دول بيركزون عليها. في عندنا مدخل نسميه محاسبه الموارد البشريه، وهذا هو مدخل بسيط انه يعني جماعه المحاسبه بيساعدونا به، وعلى ما اعتقد الدكتور عبد الرزاق انه ما نتعامل ويا اجور العاملين ومصاريفهم كمصاريف تشغيليه، وانما هي مصاريف راسماليه، وبالتالي نتعامل مع الموجود البشري كموجودات ملموسه. يعني مثل ما نتعامل مع البنايه بنرسم لها كاستهلاك على اكثر من سنه، بيقول لك المورد البشري كمان نتعامل وياه بهالطريقه. المدخل الثاني هو مدخل التعلم التنظيمي. التعلم التنظيمي بيقول لك ان الخبرات الشخص لما يدخل الى المنظمه حيزداد قدرته على التعلم اكثر مما يكون هو فرد. وبالتالي اذا انعكس هذا التعلم على انخفاض كلفه المنتوج، اذا معناتها انا عندي راس مال بشري. فكل انخفاض في الكلف يعتبر هذا مؤشر على قيمه راس المال البشري. المدخل الاخر وانا اللي اميل له لانه بيركز على مخرجات راس المال البشري. وهذا المدخل يميلون الى الامريكان، بيقول لك انا راس المال البشري بقدر اقيسه على عدد المخرجات اللي بيقدمها، مثل ما الماكينه بقيس مخرجاتها، انا بركز على موضوع حقوق الطبع، يعني كم مؤلفات، كم ابحاث اذا هي بحوث، براءات اختراع، اسرار علامات تجاريه او اعمال خفيه اللي هو بنقصد بها اللي هي البرمجيات اللي انا ما بقدر مرات ابرزها لانه على مود احافظ على اسرارها. المنظمات كثيفه المعرفه هذه اللي انا بحاول اركز على انه كيف نميز منظمه كثيفه ولا قليله الكثافه. في واحد من العلماء خلالها ثلاث مؤشرات، اول مؤشر هو نوع المدخلات وخلى بها مقياس، بيقول لك انه المقياس اذا زاد اكثر من سبعه من قسمه المخرجات على الاصول الملموسه معناته هذه منظمه كثيفه المعرفه. اذا كان واحد فما دون فهي منظمه قليله
الكثافه في المعرفه. وطبعا النتيجه واضحه انه المقام كل ما يقل يعني راس المال المادي فمعناته النتائج راح تكون مرتفعه، وبالتالي انه المخرجات بما مرتبطه براس المال البشري. النوع الثاني اللي هو نوع العمل، يقول لك في منظمات اعمالها ابتكاريه، في منظمات اعمالها روتينيه. فلذلك منظمات الاستشارات، الابحاث القانونيه، هذه اعمالها ابتكاريه بتكون هي هذه بتميل الى منظمات كثيفه المال. نوع الصناعه، في بعض الصناعات هي معروفه انه لا يمكن ان يعمل بها شخص الا بتكون عنده تعليم عالي متميز، بتكون لها قيمه سوقيه في عملها مرتبطه بحجم المعرفه اللي يمتلكها. وبالتالي في صناعه البرمجيات، صناعه الاستشارات، يعني استشارات قانونيه، ماليه، اداريه، هذه احنا نسميها صناعات كثيفه المعرفه. انا الحقيقه هذا اللي هو احب اوصله في موضوع يعني اهميه راس المال البشري، واتمنى يا ربي انه استثمرنا الوقت وما اطلت عليكم. شاكر جدا. شكرا جزيلا للدكتور على استفادته من الوقت. طيب بهذا احنا تقريبا احد جاء وما وعنده ورقه وما عرضهاش. الدكتور احمد يعتذر من عندك، الدكتور احمد العساف اتصل بي. طيب في عنده التزام خوفه يعني يعتذر بشكل جديد من طيب احنا الذي قدموا اوراق ثمانية اشخاص، كل شخص حنعطيه دقيقتين لعمليه الرد اذا في استفسارات، هاي 16 دقيقه. احنا حناخذ ايضا دقيقتين لتوزيع شهاده المشاركه، إذا 18 دقيقة. خلنا نشوف من عنده مداخلات، من عنده مداخلات ممكن يرفع يده، من عنده ملاحظات على الأبحاث يرفع يده إذا سمحتوا، احنا بس نرجع الوقت. أوكي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حتاخذ دقيقتين إن شاء الله. يعني عندي أسئلة برضه. أول سؤال هو موجه لرئيس الجلسة. تفضل. يعني في المداخلة تكلمت على المنهج النووي، يعني ما وضحتوش شيء بشكل على المنهج النووي، أنا المفروض توضيح. أيضا تكلمت على حالة اليمن، يعني ما جبناهاش في البحث. الثاني نقطة إيش يا دكتور؟ حالة اليمن. ها؟ تكلمت على أن درست حالة اليمن، درست ولكن ما جبناهاش في البحث، يعني كيف حنا درست حالة اليمن؟ أوكي. ممكن بعد. ايضا بالنسبه للاستاذ موسى عبد الناصر، يعني رجاء توضيح مداخل قياس راس المال البشري، اعطاك الفرصه بشكل مرحب. هذا بالنسبه للمدخل من جامعه اربي، تكلمت قلت ان هناك علاقه بين مستوى المهارات، يعني كيف يمكن قياس، يعني ما هو الاساس الذي اعتمدت عليه في قياس المهارات. ثم ايضا ما المقصود بالعاملين في الدوائر الماليه في الجامعه الاردنيه، هل هو المحاسبين في مصنع الحضور ام محاسبه نفقات الجامعه الى اخره. وشكرا. شكرا. ارجو من الاخوه الباحثين انه يسجلوا التساؤلات. يعني حتى يتسنى لهم يردوا على اي استفسار. السلام عليكم، دكتور رفعنا جامعه البيت، سؤالي لرئيس الجلسه، شو مجتمع دراستك دكتور بعد ما كمجتمع الدراسة؟ والسؤال الثاني للدكتورة سلوى، ما هي أهم نتيجة توصلت إليها؟ وشكرا. حقيقة يعني قياس رأس المال البشري يعني ليس من الأمر
البشري بنقول تكلفة الاستقطاب وتكلفة الإعلان ولا تكلفة التدريب ولا تكلفة إعادة التأهيل تعتبر هي قيمة المورد البشري. قيمة المورد البشري من جزئين، جزء ملموس وجزء غير ملموس. حتى لو قلنا ضلنا نقول والله نربط قديش قدر يخفض رأس المال البشري ونقول هو عبارة عن قيمة المورد البشري، فيها نوع من الصعوبة إنك تربط هذين المتغيرين مع بعض. قيمة الانخفاض في التكلفة بيكون عديد من المتغيرات التي تؤدي إلى انخفاض في هذه التكلفة، وبالتالي ليس فيها ممكن تكون دلالة في قيمة رأس المال البشري الموجودة، يعني مهارته، خبرته، معرفته، مساهمته، هاي كل عناصر تمثل قيمة المورد البشري بشكله الحقيقي، ولكن ليس هنالك هذه الخصائص. من الصعوبة أن تتجانس مثل السيارات، نقول 20 حصان على سبيل المثال السيارة، وين ما رحت في الزيتونة في الجزائر السيارة 20 حصان، قيمة المنفعة معروفة. نعم. الدكتور في جامعة الزيتونة نفسه ممكن يختلف في جامعات الإسراء ولا في جامعات. يعني موضوع شكراً، يعني موضوع جدلي، يعني جدلي فلسفي صعوبة قياس. نعم. مثل الدكتورة ست بس من نوع الكل والجزء، تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات جزء منها، جزء أساسي من تكنولوجيا المعلومات هي الموارد البشرية. ليش مخرجاته تفعيله عن عنصر أساسي من عناصر تكنولوجيا المعلومات هي الموارد البشرية. حضرتها هي فصلت بينات على تكنولوجيا المعلومات والموارد البشريه، وكانه يعني شيئين يعني عاملين منفصلين كأحد ابعاد المعرفه، بعد الرصيد وبعد الدعم الموجود، يعني بعد المعرفه المعروفين يعني بالنسبه لنا. فيا ريت اذا كان في عندها يعني تبرير او استفتاء يعني او شيء. شكرا لك. شكرا يا دكتور. تسلم. الدكتور نجيب. نجيب كيف شو حضرت نجيب؟ السلام عليكم. نشكر الأخوة على طبعا مداخلتي عامة. هل يقاس وعامة المداخلة يعني فقط يعني غير موجهة لأي شخص بعينه، هل التقدم التكنولوجي في أي بلد ما يعني تطور رأس المال البشري أو العكس الصحيح؟ يعني أنا لو جينا مثلا في دولة ما عندها تقدم تكنولوجي، لأن عنصر التكنولوجيا دخل في النمو الاقتصادي الحديث، كان يفتقد في النظرية الكلاسيكية التقدم التكنولوجي أو أحد عناصر مدخلات سولو ودالة الإنتاج كوب دوغلاس اللي هي عنصر التكنولوجيا، فدخلوا عنصر التكنولوجيا من ضمن رأس المال العام، رأس المال البشري. هل رأس المال البشري وكفاءة رأس المال البشري لها علاقة مباشرة بالتقدم التكنولوجي وخاصة في الدول النامية؟ احنا نعرف ان الدول النامية ما عندنا تقدم تكنولوجي للدول. هل يعني هذا يعني هذا سؤال يا دكتور؟ لا، فهذه مداخلة عامة يعني بشكل عام يعني الاستفادة يصلح موضوع بحث يعني ان شاء الله. هو يصلح موضوع بحث بطبيعة الحال. تسلم. واكثر شيء يعني ربما واحد من الاخوة تكلم عن التقدم التكنولوجيا في التطور النظرية الحديثة، مش التطور النظرية الكلاسيكية، لأن تقدم التكنولوجيا كعنصر مضاف حديثا وليس في نموذج سولو أو نموذج دالة إنتاج كوب دوغلاس الكلاسيكية. وشكرا. شكرا لك. شكرا. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور زيد الله يعلمك جامعة البيت. سؤالي دكتور خالد، عندما تم تصنيف الموارد البشرية العاملة في المنظمات تم التطرق لتسمية بعض الأشخاص العاملين في المنظمة أو المنشأة بالخشبة الميتة. أول شيء بدنا ما هو المقصود بالخشبة الميتة؟ واستذكرني مقولة لرئيس جامعة قد خدم في جامعة آل البيت جزء الدكتور بتذكر والدكتور اللي هو الأستاذ الدكتور عدنان البخيت، في مرحلة من المراحل تم تصنيف العاملين في الجامعة من قبل هذا الأستاذ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أشخاص يعملون، والقسم الثاني أشخاص لا يعملون، والقسم الثالث أشخاص يعملون بالذين لا يعملون. فالسؤال إلى الأستاذ خالد أو أستاذ الدكتور خالد، ما هو المقصود بالخشبة الميتة؟ هل لهم تأثير مباشر على أداء المنظمة؟ وشكرا. شكرا 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 شكرا.
ما عندي خشبة حية. دكتور أنا مداخلة بشكل عام، يعني لاحظت على العديد من الباحثين اللي يشكروا على بحوثهم القيمة، ميزة بحوثهم عن غيرهم من البحوث التي بحثت في نفس المجال نفس الموضوعات، يعني شو ميزة كانت شو قدموه شيء جديد عن غيرهم، هذه من ناحية. من ناحية ثانية بعضهم بعض الباحثين أدلوا أو طرحوا متغيرات لا يمكن قياسها وأدخلوها في نموذج، فكيف تم أخذها بصورة كمية حتى يمكن الخروج بنتائج الشيء الثالث، لاحظت أنا على البيانات على الدراسات السابقة كل واحد بدي كل أستاذ مثلا بعطي مقامه غير من الأساتذة الباحثين القدامى، ولكن ما أضاف واحد على الآخر ما يعني يبين بصورة واضحة احنا عايزين شو القاسم المشترك بين هذه الدراسات السابقة وشو ما أضافه كل واحد على الآخر. النتائج كانت من خلال التحليل ولكن لم تظهر بصورة مؤشرات ممكن تطبيقها على نفس الصناعة أو الصناعات المماثلة بشكل عام. أنا دكتور وأشكرك. شكرا دكتور. بعد مداخلات تفضل دكتور. السلام عليكم، عمر الصليبي جامعة القدس. سؤالي للدكتور محمد المداخلة الأخيرة. دكتور محمد العبيدي. هل كان يقصد التطور التاريخي للمفهوم الإداري لما حكى عن في البداية مورد بشري رأس مال بشري ورأس مال فكري؟ المورد رأس المال البشري وكأنه جزء من المورد البشري ورأس المال الفكري هو جزء من رأس المال البشري. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. مداخلات أخرى. طيب اسمحوا لي أن أبدأ بدلوي بعض الملاحظات. حقيقة أن الأبحاث التي قدمت كان منها أربع أبحاث ذات علاقة بعملية القياس، ولكن ما أدري ربما ما ركزت. أتفق مع الدكتور تكريتي صح؟ الدكتور عبد الرزاق. لا يعني مع الدكتور اللي طرح انه ايش؟ يعني اربع ابحاث تناولت عمليه القياس، قياس راس المال البشري، ولكن خلال الاربع الابحاث انا شخصيا لم المس شيء عملي لعمليه القياس. ايضا معنا اربع ابحاث تحدثت عن تكنولوجيا المعلومات. وتكنولوجيا المعلومات يعني في عندنا هارد وعندنا سوفت، فالسوفت هي انتاج ايش؟ رأس المال البشري. وهذه أربع أبحاث أيضا تناولت الموضوع. أربع أبحاث يعني الدكتور عبد الناصر تكلم عن آلية القياس، يعني هنا يعني من وجهة نظره وما توصل إليه تقريبا إذا أنا فهمته صح بأنه التمييز بين الموارد البشرية يكون في 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 مؤشرات محددة، لأن كلنا مورد بشري، لكن كيف نميز بين سين وصاد وفقا لمؤشرات؟ لكن الوقت لم يسعفه للأسف. الدكتور عبد الفتاح تحدث عن نماذج لقياس الموارد البشرية بشكل عام ولم يتطرق إلى ما هو النموذج الملائم ولماذا، هذه يعني راحت عليه. أنا تفاجأت من بحث الأخ الدكتور ضيف الله بأنه الجامعات الأردنية الجامعات الرسمية على الرغم من جامعات وبيوت خبرة وعلم، وهذه احنا نعاني منها حقيقة في اليمن، بأن التعيين ما بيتمش على أساس الجدارة بل على أساس الاجتهاد الشخصي، وهذه إذا كنت فهمتها هذه مشكلة يعني فعلا. يعني إذن الحمد لله يعني يبدو أني مشكلة من المحيط والخليج. طيب الأستاذة سلوى قدمت حاجة رائعة حتى
حقيقة ونموذج رائع. فالسؤال هو طيب ماذا يعني ماذا هل فكرتم بالحق الأدبي للدكتور؟ أيضا هل يتم تداول هذا الدوكومنت والسوفت في أوساط الدكاترة أو في أوساط الدكاترة والطلاب؟ فخاصة أنه كل دكتور له خصوصية، وأيضا الطبيعة الإنسانية كل واحد يريد أن يحافظ على نوع من التميز الذي يتميز. أيضا الأستاذ خالد تكلم عن إشكالية القياس ولم يقل لنا ما هي الإشكالية، يعني ضمن عنوان بحثه إشكالية قياس الرأسمال البشري وما وصلناش له للأسف، ما فيش أين الإشكالية؟ ما أدري هل الوقت ما أسعفوش أو بين السطور. أعتقد إيش هذا ما يمكن عن إيش هذه تعليقات عما تم استعراضها. الآن ممكن نعطي فرصة لل تفضل دكتورة. لا شوية طيب احنا حنمشي وانت طرحت لي تساؤلات انت حجي حنعطي لكل باحث دقيقتين اذا سمحت لي دقيقتين بالضبط حتى ايش يجاوب على ما تم ايش طرحه من تساؤلات حول بحثه. فالاستاذ عبد الناصر ما ادري هل تفضل. شكرا سيد الرئيس. اولا انا لم قلت لم يوفر في استغلال الوقت، في الحقيقه هذا فيه شطر، ولكن فيه شطر اخر كما يكون صار معي في الوقت وخلت هذا الصرامه مع باقي المتدخلين. وانا تاسفت من قبل ما نبدا. عدم استغلال الوقت كان في البدايه احاول ان اصحح بعض المفاهيم سمعتها في المداخلات بدون ان اشير الى ذلك. فلما نسمع ان هناك خلط بين المورد البشري وراس المال البشري ونسكت على هذا الخلط، يعني هذا امر غير مقبول. او عندما نسمع كذلك خلط بين قياس المورد البشري وقياس راس المال البشري كذلك هذا الخلط، وكان لابد من الاشاره اليه. في الحقيقه ان المداخله تاعي كانت خاصه بمقاربات مختلفه لقياس راس المال البشري، كنت ارغب في التطرق لبعض منها ليس لكلها لانها كثيره، ومن ثم التطرق لمشاكل القياس في كل طريقه في كل مقاربه، وبالتالي التطرق للصعوبه يعني من خلال هذه المشاكل صعوبه القياس. ولكن للاسف يعني لم يسعد الحظ، يعني نخليها مختصره، لم يسعد الحظ في التطرق في هذه القضيه. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. احنا طبعا بنمشي بنعطي فرص للاساتذه حسب التسلسل اللي موجود. انا حجاوب على الملاحظات اللي تم اثارتها حول البحث اللي قدمته. انا يعني في البدايه قلت هو ليس بالبحث اللي كنت اطمح اليه، هو بحث متواضع جدا وهو بحث نظري مكتبي عن الدكتور. فانا استنتج من الادبيات خصائص المنظمه المتعلمة learning organization، منظمة التعلم عفوا learning organization. طبعا في خلط في أدبيات حول منظمة التعلم والمنظمة المتعلمة، خلط كبير وما فيش يعني ما فيش مؤشرات تفصل بينهما. فأنا حاولت يعني عملت نموذج، أزعم أن أنا عملت نموذج وحاولت أختبر ما مدى وجود خصائص منظمة التعلم في المنظمات اليمنية المنهجية. هو كان بحث يعني المنهج الوصفي، بمعنى أنه هو يعني البحث مكتبي. مجتمع البحث ما فيش مجتمع بحث. أنا اخترت 14 رسالة ماجستير وأبحث لبعض الزملاء الدكاترة، طبقت عمليا على المنظمات اليمنية، وبدأت أحلل هذه الأبحاث وأبحث عن ما مدى توفر خصائص منظمة التعلم في من خلال هذه الأبحاث في المنظمة اليمنية. فللأسف الشديد غير موجودة. وهذا يعني طبعا عامل من عوامل ايش التخلف الذي نعيشه، ومن ثم لا يوجد مجتمع دراسة. فقط أنا أخذت 14 بحث حللتها وأسقطتها على النموذج المعرفي الذي طورته، أزعم أن أنا طورته حول ايش خصائص منظمات التعلم،
وعلاقتها بالرأس المال البشري، لأنه لا يمكن جندي جائع ينتصر، لا يمكن عامل جائع أو مدير جائع أو يشعر بعدم العدالة يبدأ. هذه مسألة بديهية. شكرا. الدكتور عبد الفتاح. شكرا لكم سيادة الرئيس. إذا فيما يتعلق بهذه النماذج التي تم طرحها والإشكالية كما تتكلمون يعني على النموذج الأفضل، ففي اعتقادي لا يوجد نموذج أفضل من نموذج آخر. وأنا قلت يعني في المداخلة أن هذه النماذج مشكلتها هي أنها نظرية أكثر مما هي عملية. إضافة إلى ذلك فإنها تقوم على أبعاد متعددة ومؤشرات متعددة. المشكلة الأساسية يعني في هذه النماذج هي صعوبة التكميم كما قال الزملاء. فمثلا عندما يعطينا نموذج معين مؤشر الرضا، سواء مؤشر رضا الأجراء أو مؤشر رضا مثلا الزبون أو المتعامل مع المنظمة، فعندما نجد مستوى الرضا عالي فكيف نحول هذا الرضا إلى مثلا مبالغ نقدية؟ إذن فدائما هنالك علامات استفهام. ولكن يعني ما أصبح ما يجب أن يتحقق الآن هو ضرورة أن تأخذ كل منظمة بمؤشرات معينة وبطريقة عمل معينة سعيا لتقدير قيمة هذه الأصول غير الملموسة. وبالتأكيد التجربة ستنضج مع الوقت ومن خلال البحوث والممارسات التي تتم. وشكرا لكم سيادة الرئيس. شكرا جزيلا. طبعا سيادة الرئيس لو ما فيش ربيع عربي بقول لك يا فيا وضحوا رئيس الجلسة، بس الربيع العربي الحمد لله خلق فينا الطموح من المحيط الخليج. طيب دكتور ضيف الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للاستفسار الدكتور زميلنا عن مفهوم الدوائر المالية في الجامعات الرسمية، الدوائر المالية في الجامعات الرسمية هي الدوائر المعنية بتحصيل إيرادات الجامعة ومصروفاتها، وبالتالي يمكن تقسيم الدوائر المالية إلى مجموعة من أقسام تعمل ضمن هذه الدوائر. من هذه الأقسام قسم يتعلق بإيرادات الجامعة ويسمى بقسم الإيرادات، والقسم الآخر يتعلق بنفقات الجامعة ويسمى بقسم النفقات، وقسم آخر يتعلق بالرواتب والموازنات وغيرها من الأقسام العاملة ضمن هذه الدوائر. بالنسبة لمداخلة أستاذنا الدكتور سنان حول النتيجة التي توصلت إليها الدراسة، أرغب بالاختصار بكلمتين، الكلمة هي وجود فتمين واو، وأتوقع الكل فهم المقصود وجود فتمين واو، فهي الواسطات والتدخلات الخارجية والضبطات على إدارات الجامعة حول عمليات التعيين. وشكرا. شكرا. الدكتورة سلوى السمراء. دكتور أنا كثير أشكرك، يعني أنا ما قدمت شيء سوى مساهمة بحثية بسيطة أنا وزميلي الأستاذ عبد الستار. سألت أسئلة ثلاث تساؤلات أنت والزملاء. التساؤل الأول أحب أجاوب عليه أنه خصوصية الأستاذ ومدى محافظته على المعرفة الضمنية. هو إحنا هذا البيت، إحنا الآن في المجتمع العربي من مشكلة المشاركة في المعرفة. إذا ما شاركنا بالمعرفة ما رح نخلق أجيال. يعني أنت حضرتك ما تبي يكون ورقة خمسة ستة هم أبنائك وطلابك يقولون تعلمنا من الدكتور سنان. هذا أنا الآن أدرس وتعلمت من سين وصاد وأساتذة الأفاضل في العراق، علمت منهم الطريقة. الآن نواجه بجيش من الأساتذة الشباب الذين قد لا يتعلمون على أساتذة أكفاء، فالآن أمامهم الفرصة وقد إنه صاروا في معترك الحياة. خلنا نعطيهم فرصة نوفر لهم قاعدة معرفية. الآن هذه القاعدة اللي تطرحها الجامعة اللي عمل فيها زميلي الأستاذ عبد السدار جامعة فتية، أول إشي عملته إنه أبحاث الدكاترة ومحاضراتهم تسجل في باسبورد ويوزر نيم للدخول للنظام. من الذي يسمح لهم؟ التدريسيين، ولكن ما في مانع يتعلم الطالب، هو الطالب يتمنى أن يصير أستاذ في يوم من الأيام. نحن نريد أن نحول المعرفة الضمنية ب أوكي نأخذه من الدكتور، تسمح ولا؟ الآن أنا طرحت فكرة إنه بنحط كاميرا
إذا استخدام المعرفة وليس امتلاكها. أيوة ليس امتلاكها. يعني إحنا من تظل ملكية الأستاذ. النتيجة سألني الدكتور شو توصلت؟ الدكتور أنا حكيت أن النظام في مرحلة التجديد لسه ما انتهى. لا نستطيع قياس نتائج النتائج وطلعتها أني ومزايا تطبيق هذا النظام. بالواقع الفعلي قد لا حقق هذه الأشياء. واضح يعني هو لسه ما أصبح إمام حتى نقيس فاعلية النظام. وأعتقد الأستاذ عبد الستار عنده ملاحظة. شكراً. هو في جامعة السلام عليكم. شكرا. في البداية يعني أشكر جامعة الزيتون وأشكر الحضور الكريم وأشكرك دكتور سنان. دكتور إحنا بنظم المعلومات الإدارية ما يعرفون الأخوة المختصين بنظم المعلومات هناك نوعين باستنتاجات، نوع قبل تطبيق النظام يكون باستنتج والنوع الآخر بعد تطبيق النظام. فأرد على الأخي الدكتور جامعة آل البيت، فإحنا هذه الاستنتاجات هذه قبل تطبيق النظام وبعد التطبيق إن شاء الله راح تكون استنتاجات ثانية، فممكن راح يكون بحث بعد استخدام هذا النظام إذا كان في العمر البقية. شكراً. المداخلة الثانية بخصوص الخصوصية هذه طرحت في مجلس الكلية، فتصويت كان 70% من الأساتذة أنهم هم يرغبون في تسجيل محاضراتهم، واللي حتى ما يرغب بالتسجيل فيديو ممكن أنه فقط فويس يكون صوت. وشكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. طيب الدكتور خالد، دقيقتين أو نعم. طيب بالنسبة للسؤال الأول اللي يسأل عن الخشب الميتة، هذا نموذج لفئات الأفراد تاع بلينور في كالاهان. الرد هذا الإجابة على هذه الكلمة هم العاملين غير المنتجين أو هم الأفراد الذين يطلب أداؤهم ويكونون غير منتجين ويشبهون بإرصاد الشجرة الميتة. هذا رد الأول. بالنسبة لي ما تفضل به السيد الرئيس، السيد الرئيس. طيب هو حول فأنا مداخل في نعم 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 الأستاذ شحالة كان سبقني في البرة لأنه من الصعوبة بمكان القيام بعملية القياس، إنما محاولة مني لإماطة المثال على هذا الجانب. شكراً. 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 شكراً سيدة. شكراً بارك الأستاذة سبتي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة بنزية بأسماء الجزائر، بخصوص التساؤل حول الفصل بين تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة، أنه أنا في البداية في المقدمة قدمت وقلت أنه من بين أهم أهداف إدارة المعرفة هي خلق المعرفة، وأن إدارة المعرفة هي منهج يعتمد على المعرفة الضمنية أكثر من المعرفة الصريحة، ولهذا فإن المورد البشري هو المسؤول على المعارف الضمنية، بينما تكنولوجيا المعلومات باعتبارها معدات مادية هي مسؤولة على المعرفة الصريحة، ولهذا تم الفصل بين تكنولوجيا المعلومات والمورد البشري. شكراً. الدكتور محمود العبيدي. شكراً للأخ الرئيس رحمه. أنا أتفق مع الدكتور عبد الرزاق، يعني هو القياس مو سهل، أنا ما قلت يعني سهل، ولكن في محاولات عديدة للقياس، وبالتالي ما طيب. بالنسبة للدكتور اللي قال على موضوع التطور، يعني أنا ما سويت سير تاريخي، ولكن قلت في أكو مصطلحات مرادفة لرأس المال البشري، يعني رأس المال المعرفي، رأس المال الفكري، ودول طبعاً الفرز بيناتهم موجود يعني بالأبحاث، ولكن قلت دول كلهم مظلتهم الآن تحت النولج مانجمنت، تحت إدارة المعرفة. وشاكر. شكراً. شكراً. يعني أنا عفواً يعني بس ملاحظة أخيرة، لاحظت خلال الجلسات
اليوم آخر يوم في المؤتمر الرائع إن شاء الله، إن كلنا نتحدث عن كيف يمكن للمنظمة أن تستفيد من العنصر البشري واجبات، ولم نتحدث عن حقوق هذا العنصر البشري، وهنا يتم الخلل. طبعاً منظمتي حساسة جداً عندما نتكلم عن حقوق وواجبات، هي فقط تفضل بعض القيادات الإدارية أن نتكلم فقط عن إيش واجبات، لكن العدالة تكمن بأن يكون هناك إيش نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات. الآن سوف نوزع شهادة المشاركة إذا سمحتم خلال دقيقتين. طبعاً أنا أشكركم جداً على الوقت الجميل اللي قضينا معاً، والآن سوف نسلم الشاب الواعي ان شاء الله. الدكتور رافت مع السنه العديد